وبصراحه هي اختيارات غريبه جدا لبريرا اللي تسريبات عملها اتحاد الكره في هذا الاتجاه، ان بريرا هو اللي اختار، انا ماليش علاقه. يعني هو انا ينفع اطلع اقول يا جماعه ان رئيس لجنه الحكام هو اللي اختار؟ والله يا جماعه انا لسه حتى كنت بتكلم مع حد بقول له اتحاد الكره عنده مشكله كبيره جدا، انه عندما يحدث غلط او انا شايف ان ممكن حاجه تكون غلط يجب ان اتدخل بصفتي رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد. هو انت عايز تشيل ايدك وخلاص؟ هو مين اللي اختار رئيس لجنه الحكام؟ هو مش حضرتك؟ هو مين اللي كان سبب ان كلاتنبرج يمشي؟ اللي شفنا معاه افضل منظومه للتحكيم وكان في كل حاجه امام حضراتكم، كل حاجه كانت شفافه. لكن السؤال الصريح اللي عايز اساله مباشره، لو كابتن ابراهيم نور الدين اخطا وتعرض احد الفريقين لخطا، بناء على هذا الخطا فاز فريق وخسر فريق، السؤال اللي انا هوجهه وبطرحه هو مين اللي هيحاسب كابتن ابراهيم نور الدين؟ ده ممكن يكون كابتن ابراهيم ممكن بعد الماتش على طول يطلع يمسك الحديده او يمسك المايك يعني ويقول لك يا جماعه انا بطلت. طيب لو هناك اخطاء جسيمه في المباراه مين اللي هيحاسب كابتن ابراهيم؟ حضرتك مالكش سلطه عليه، الراجل اعلن اعتزاله. خد اللقطه اللي هو عايزها. انا مش بسبق الاحداث والله، بس بقول توقعات عشان لما نيجي نتكلم بكره ونشوف ايه اللي هيحصل في المباراه هنتكلم بطريقتين، يا هنحاسب على الهوى او هنشكر اللجنه او هنشكر طاقم التحكيم ونشكر كابتن ابراهيم ونكرمه على الهوى، ما عنديش مشكله. مش عشان يقف مع الاهلي اطلاقا، ولكن يدي الاهلي حقه ويدي الزمالك حقه. مين هيحاسب كابتن ابراهيم لو حاجه حصلت؟ كان يجب على اتحاد كره القدم التدخل في التعيينات، خصوصا انت بتتكلم عن مباراه كبيره جدا. عايز تعين طاقم تحكيم مصري عين طاقم تحكيم مصري، ما فيش مشكله خالص، ولكن ما كان يجب ان يكون كابتن ابراهيم نور الدين. ده وجهه نظري، وانا قلت لحضراتكم بالوقائع وبالشواهد فيما يخص حاجه تخص النادي الاهلي وحد مباراه اخرى لا تخص النادي الاهلي، ولو قعدت دورت هلاقي من ده كتير جدا جدا. الحقيقه انا عندي كلام كتير جدا في ملف طاقم التحكيم اللي هتقام بكره، مباراه الاهلي والزمالك اللي هتقام بكره، واللي عليها كلام كتير جدا جدا، بتعكس قد ايه ان ملف اختيار طاقم التحكيم تم التعامل معاه بمنتهى العشوائيه دون اي تحضير. وانا بقول لحضراتكم مسؤوليه اختيار طاقم التحكيم بالشكل ده هو مسؤوليه لجنه الحكام بالكامل. انا مش هشرح ايه اللي حصل والاختيار جه ازاي غير بعد المباراه. عشان حضراتكم بس اخر حاجه تكونوا عارفين، كان ممكن جدا جدا كابتن امين عمر يحكم هذه المباراه، ولكن تم اسناد له مباراه الاهلي وزد الاخيره اللي قبل هذه المباراه، اللي مصر كلها عارفه ان الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 15 بحكام مصريين من شهر قايلين. ممكن كابتن احمد الغندور ولجنة الحكام اسندت مباراه الاهلي الزمالك والاتحاد السكندري لكابتن احمد الغندور في الجوله اللي قبل المباراه دي. فكده ولا ده هينفع ولا ده هينفع. هل كان هناك ترتيب لان يكون كابتن ابراهيم نور الدين هو حكما لهذه المباراه؟ مش هجاوب على السؤال ده دلوقتي، ولكن هجاوب عنه بعد مباراة بكرة إن شاء الله. كابتن محمد معروف بالمناسبة كان مرشح، بعد اللي حصل له في ماتش أبو سليم قال لك لا مش هينفع يلعب. بالعكس أنا كنت شايف إن هو يلعب مباراة زي دي عشان ترجع له ثقته في نفسه، أو بلاش ترجع له ثقته في نفسه. كابتن محمد من الحكام الجيدين بالمناسبة. كابتن محمد عادل حتى دي أدار حكى مباراة الأهلي والمصري والأهلي وسموحة في الدوري والاهلي وفيوتشر في نهائي السوبر. فكده ما فاضلش غير مين؟ ايوه كابتن ابراهيم نور الدين. كابتن محمود البنا كان عنده مشكله في الاهلي فتم الاستبعاد.
دي حاجات كده بسرعة بقولها لحضراتكم علشان بس تبقوا عارفين قد إيه كان هناك ترتيب لهذا الأمر. كابتن محمود ناجي بالمناسبة حكم كويس، حكم دولي وكل حاجة، ولكن ما عندوش خبرة يعني إن هو يدير مثل هذه المباريات المهمة، عشان كده تم استبعاده. يعني يبقى الاتجاه رايح لمين؟ أنا ممكن أقول لكم قصة كل واحد، والله العظيم عندي قصة كل واحد، أنا بقالي 3 أيام بسمع القصص من كل الناس، ولكن خلاص كابتن إبراهيم النور الدين حكما لمباراة النادي الزمالك ونادي الأهلي، لأنها مباراة الزمالك بكرة إن شاء الله الساعة 7 المباراة